استرجاع مادة الصوف وإعادة استغلالها في الصناعة النسيجية مشروع استثماري تسهر عليه أنامل السيدة فاطمة صاحبة ورشة متخصصة في تحويل مادة الصوف بغرض تسويقها كمادة أولية بولاية البيض. في الحقيقة الفكرة تاع مشروع استغلال الصوف، صوف الجز يعني الصوف الطبيعي، كانت من 2017-2018 يعني، وأنا حاولت نجسد هذه الفكرة على أرض واقع. توجهت للصندوق التأمين على البطالة وين حطيت الملف تاعي، والحمد لله كان القبول وتشجيع على المشروع هذا. في الحقيقة هو مشروع جديد يعني، من ناحية أنه ماهوش معروف في مثلا على مستوى القطاع الصناعي. داخل هذه الورشة تمر مادة الصوف الطبيعي بمراحل متعددة تحضرها للاستغلال. هنا تنظف من كل الشوائب ثم تعصر وتجفف لتنتر بعد ذلك وتحول إلى شريط مسطح قابل للتسويق. تواصلت مع الموالين، في الحق لقيت تجاوب كبير مع الموالين نظرا لخصوصية المنطقة، لأنها منطقة رعوية بنتية تعتمد على تربية المواشي. كاين آلات تساعد في الغسيل، وفي كما نقولوا في نفس اليوم تغسل وتنشف، ويعني تبريباري مادة الصوف تكون واجدة يعني خلال 6-7 ساعات. وفرة مادة الصوف الطبيعي وازدياد حجم إنتاجها سنوياً في ولاية البيض يفتح المجال لتشجيع الاستثمار في هذا المورد الطبيعي وتثمينه بالنظر إلى أبعاده الاقتصادية. الحقيقة راني نبحث ونشوف، ويعني نشوف وين راها رايحة هذه استغلال مادة الصوف الطبيعي. تواصلوا معايا شباب من مختلف الجامعات طلبوا مادة الصوف يعني جاهز، كما راكم شفتوني آخر مرحلة من الصوف، يستغلوها مثلا في مثلا حتى في صناعه السيارات، يسحقوها في الابواب تاع السيارات، في بزاف صوالح مثلا حتى في الفيلتر تاع السيارات يسحقوا ماده الصوف. كاين مستخلصات من الصوف اللي هي ماده لانولين، هذه لانولين هي مادة زيتية دسمة يتم استخلاصها من مادة الصوف بعد الجز، وهذه ثانية حتى عندها يعني آلات خاصة بها وطرق خاصة بها. مادة الصوف الطبيعي وإن ارتبطت بالموروث الشعبي إلا أن استغلالها محليا من شأنه تحويلها إلى ثروة تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني والحد من الاستيراد خاصة في مجال الصناعة النسيجية.